السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: ماذا بعد الاعتصام خارج البرلمان؟ مشاهدينا الكرام، انطلقت مظاهرات للتيار الصدري بعد صلاة الجمعة الموحدة التي كان قد دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي أدت إلى اقتحام المنطقة الخضراء، ثم ما لبث أن انسحب متظاهرو التيار ثم عادوا مرة ثانية لاقتحام المنطقة الخضراء ودخلوا إلى مبنى البرلمان واعتصموا فيه. وبعد عدة أيام طالبهم مقتدى الصدر بالانسحاب من داخل مبنى البرلمان والتظاهر فقط في محيطه. طالب الصدر بالتغيير الجذري للنظام في العراق وإلغاء العمل بالدستور الذي كتب على عجالة كما وصفته قياداته، وكذلك حل البرلمان والتوجه للانتخابات المبكرة. كما رفض كل مساعي الحل والجلوس إلى طاولة المفاوضات التي دعته لها بقية الكتل والأحزاب. ولكن خطابه يوم أمس والذي ذكر فيه بالمطالب لم يأتي على ذكر الدستور ومصيره، وهو ما قاد الشارع العراقي إلى طرح كثير من التساؤلات عن نوعية التغيير التي يسعى لها الصدر. في تلك الأثناء دعا الإطار التنسيقي أنصاره للخروج بتظاهرة مناهضة لمظاهرات التيار أمام أسوار المنطقة الخضراء ضد ما وصفوه بالانقلاب المشبوه. لكن أثبتت تظاهرات الإطار أنها تعبر عن حجمهم الحقيقي في الشارع العراقي، إذ كانت تظاهرات خجولة قليلة الأعداد مشتتة الآراء. فإلى أين يمضي العراق في ظل هذه الأحداث المتسارعة؟ وهل هناك طاولة حوار سيجلس عليها الشركاء والفرقاء، أم أن خطاب الصدر الأخير قتل كل فرص الحوار مع بقية الأحزاب؟ ثم لماذا لم يأتي الصدر في خطابه على ذكر الدستور الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة لخراب العراق؟ هل سقط منه سهوا أم حجب ذكره عمدا؟ وما هو موقف الغالبية العظمى من العراقيين المقاطعين للعملية السياسية مما يحدث؟ هل سيعبرون عن رأيهم بالنزول إلى الشارع أم سيكتفون بالمشاهدة؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر مشاركات حضراتكم عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال ما لديكم من رسائل مكتوبة سنقرأها إن شاء الله في هذه الحلقة. آخر تطورات الأحداث بشأن التظاهرات، تظاهرات التيار في العراق، هو البيان الذي خرج به زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر يوم أمس وتحدث به عن بعض النقاط. دعونا نتابع البيان الذي أو الخطبة أو البيان الذي ألقاه مقتدى الصدر يوم أمس عبر شاشات التلفاز، والتي ذكر فيها بعض النقاط التي ربما أكدت حجم الخلاف الموجود الآن داخل الأحزاب في العملية السياسية. لنشاهد ثم نعود. أكبر كتلة وأردنا الأغلبية الوطنية فعرقلتها الدعاوي الكيدية، وليس الصراع صراعا بين أشخاص كما يحاولون تبيان ذلك لكم. فلست ممن يعادي أحدا على الإطلاق، وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة أو ممن سكتوا عن التسريبات الأخيرة، فلا أكن لهم إلا طلب الهداية، لا لأجلهم بل محبة بالدين والمذهب والشعب والوطن. ولا تذعنوا لإشاعاتهم بأنني لا أريد الحوار، لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه، وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخراب والفساد والتبعية، على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم. فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار، وخصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. أيها الشعب العراقي الحبيب، كما عهدتموني فإنني لم ولن أرضى بإراقة الدماء، ولن أبتدئ بذلك إطلاقا. وإن أقدموا على ذلك فالإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، كما ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه بدمه في ثورة الطف الأبية، وأنا على استعداد تام للشهادة
من أجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن. أيها الشعب العراقي الحبيب، إن كنتم تريدون الإصلاح والتغيير فإنني بانتظاركم، وإن رضيتم بواقعكم مهما كانت صفاته ومساوئه فهذا أمر راجع إليكم. لكن الثورة بدأت صدرية، وما الصدريين إلا جزء من الشعب والوطن. وإن كان في التيار من هو فاسد ومجرب فإن الثورة لن تستثنيه، فإنني ما بدأت الإصلاح إلا من داخل التيار، ولم أدعي يوما أن التيار الصدري فوق الشبهات، وكلكم تعرفون القصقوصة. لكن أغلب المطرودين والمنشقين إما أن يجدوا أبواب الفاسدين لهم مفتحة، أو يجدون ذريعة من البعض في عدم جواز معاقبتنا لهم بطرق خارجة عن القضاء أو القانون، فيعثون في الأرض فسادا، وإن أحلناه للقضاء تمت تبرئتهم، وإن أحلناهم للقضاء تمت تبرئتهم مع شديد الأسف. أيها الشعب العراقي الحبيب، لا أقول ذلك ضعفا ولا خوفا، ففي التيار رجال أشداء وفيهم الكفاية كما يعبرون من ناحية العدد والاستعداد للتضحية، جزاهم الله ألف جزاء الخير. لكن أقول هذا لكي تعم الفائدة السماوية والتوفيقات الإلهية للجميع، وأنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار، ولذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد، ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله تعالى، من خلال عملية ديمقراطية، انتبهوا رجاء، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولا، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي. نعم، لست طالبا لسلطة، ولا عندي مغنم شخصي لي أو لمن يلوذ بي، ولا أنا طالب لإراقة الدماء، لكني وفي شهر الإصلاح أطلب الإصلاح، عسى أن يكون ذلك بابا للتوفيق. وعلى كل محبي الوطن وعاشوراء الإصلاح أن يسيروا نحو الإصلاح، والله ولي التوفيق. ثم إن على الثوار والمعتصمين الأحبة الأعزة البقاء والاستمرار على اعتصامهم لحين تحقيق المطالب. ثم أوجه شكر الجزيل إلى القوات الأمنية البطلة، وإلى كل من ساند هذه الثورة العراقية الأصيلة، حفيد الإمام الحسين مقتدى الصدر. شكرا لكم. للمشاهدين الكرام، كانت هذه كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي تحدث فيها عن نقاط تتعلق بوضع المرحلة الحالية وما شكلها ربما في المستقبل. لكن كما قلنا، يبقى السؤال قائما بخصوص جزئية الدستور والعملية السياسية، كيف سيكون شكلها، خاصة وأن الإطار التنسيقي خرج ببعض البيانات وبعض التصريحات من قيادات في الإطار يشيرون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقبلهم لفكرة انتخابات مبكرة، حتى وإن كانت هناك اعتراضات، لكن في النهاية هناك خرجت فكرة تتقبل عملية انتخابات مبكرة وحل البرلمان، وهو ما جاء على لسان هادي العامري طبعا، الذي أيد ما ورد في خطبة مقتدى الصدر. السؤال هنا، كيف ستكون شكل أو كيف سيكون شكل المرحلة السياسية المقبلة في العراق بلا وجوه قديمة كما ذكر مقتدى الصدر، لكن أيضا تؤيد جهات الإطار التنسيقي
هذه المبادرة وتوافق عليها، إذن هل سيشاركون في العملية الانتخابية المقبلة؟ هل سيكون لهم وجود في العملية السياسية القادمة؟ لماذا لم يأتي على ذكر جزئية الدستور؟ والسؤال الأهم وهو سؤال الحلقة، ماذا بعد اعتصام البرلمان؟ ما الذي سيكون هناك من تطورات بالنسبة للشارع خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات؟ نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، وسيكون معنا أول اتصال سيد كاظم ماجد وهو ناشط في ثورة تشرين، سيكون معنا من مدينة الناصرية في محافظة ذيقار. حياك الله سيد كاظم. أهلا وسهلا بك أستاذ وبقناة الكريمة. أهلا وسهلا. يعني بداية، ما رأيك بما ورد بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرها؟ سيدي الكريم، نحن منذ عام 2011 كان موقفنا كتوحيد الحبوبي وجميع ساحات التظاهر موقفنا واضح. نحن نرفض عملية سياسية برمتها. نحن لا نقف إلى جانب أحد. الصراع الدائر حاليا هو صراع سياسي فيما بين شعراء السلطة. هناك مصالح شخصية تربطهم، وكل منهم يريد حصته الذي يطرح لها. طيب. نحن لا ننسى تيار الصدري وما قام به من عمليات قمع لثوار 20 وحرق الفتاة في زمن الكاظم وغيرها، وهناك خطف وهناك عبوات وهناك ترويع للكثير من عوالم النشطاء. لكن مع هذا نقول إن كانت نية الصدر واضحة ولديه طموح في التغيير الفعلي كان يتعين على السيد الصدر أن يعلنها بصراحة بعد سقوط النظام الذي نحن نسعى إليه. هل سيتم تسليم السلطة إلى حكومة وطنية كأن تكون حكومة القائد الوطني أو حكومة الطوارئ لتمهد إلى انتخابات جديدة ورأي هذه العملية السياسية البائسة الذي بنيت على باطل؟ طيب يعني ما ورد في بيان الصدر يوم أمس تحدث فيه عن جزئية بأنه لا وجود للوجوه القديمة مرة أخرى بالعملية السياسية، هل سيكون هناك استثناء للوجوه القديمة اللي هي الإطار التنسيقي، بقية الأحزاب، ما يعرف بسنة العملية السياسية؟ كل هذه هي وجوه قديمة، كل هذه هي وجوه تحكم العراق منذ 2003. كيف سيكون شكل المرحلة؟ كيف سيكون شكل العملية السياسية بلا وجوه جديدة؟ من سيكون البديل المقترح؟ بالنسبة للجوه القديمة قبل 3 أيام تقريبا الإطار التنسيقي كلف حاج عامري زعيم ميليشيا بدر بأن يتوسط مبادرة جديدة لفتح الحوار مع التيار. نعم. وزير مختلف جدا بأن يترك الإطار التنسيقي يتبرع سيد كاظم أرجو المعذرة، هناك مشكلة بالاتصال معك، يبدو هناك مشكلة بالصوت. أرجو من الإخوة معاودة الاتصال بسيد كاظم ماجد مرة ثانية على أمل أن يكون هناك جودة أفضل. نبدأ باستقبال اتصالات بقية المشاركين طبعا في هذه الأثناء. ويانا السيد أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا حقيقة ما أشاهد خطابات مقتدى الصدر. نعم أستاذ محمد. وياك نعم أسمعك. أي حقيقة هذه الخطابات مالاتي أنا أتوقع اللي مليها عليه يعني مع الصف الثاني ابتدائي ثالث ابتدائي، وما بيك نوع من الثقافة ولا بعيدا عن هاي الجزئية اللي هي مو مضمون الموضوع، احنا نتكلم بمضمون الخطاب، عفك من الطريقة والكذا. مضمون الخطاب شنو رأيك به؟ لا فرصة للحوار، ماكو مكان للحوار مع هؤلاء، لا وجوه قديمة تتكرر في المشهد القادم،
انتخابات مبكرة، حل البرلمان، شنو رأيك بهذه النقاط التي ذكرها؟ جايك إن شاء الله بالسرعة. اثنين يقول أنا يعني أكو تهديدات علي. أنت شنو يعني هددوك؟ منو اللي هددك أنت يا مقتدى الصدر؟ نور أنت المالكي. تهدد الناس. نور المالكي. أنت اللي قاعد تقتل بالناس. نعم. نور المالكي يهدد مقتدى الصدر، هذه بكذوبة. شوف أستاذ محمد، اليوم صار نقاش بينه وبين أحد الصدرين. النقاش مالاتنا اللي أنا وياه. يقول المظاهرات مال تشرين، الأحزاب اللي قامت تصك بيها، قلت له أحزابكم أنتم بالنسبة لياكم وقبعة الزرقاء هم اللي قاموا تصكون. قال لي لا، المهم وأنا قلت له لا، أنتم اللي قمتوا تصكون بمتظاهرين تشرين، والدليل مظاهراتكم هسه اللي طلعتوا بيها وصلتوا إلى قمة البرلمان. أنا ما شفت منكم واحد نصك ولا واحد انقتل. بالمقابل يعني بالمقابل سيد أبو علي، سيد أبو علي شوف، حتى نبتعد عن هاي الجزئية لأن هاي الجزئية بها نقاش طويل. بالمقابل مظاهرات الإطار أيضا دخلوا بسلام وطلعوا بسلام وما حد تعرض لهم، وتطرح نفس السؤال طبعا. لكن أنا عندي أرجع وأقول بأنه جزئية الخطاب، أنت تقول بأنه ماكو أحد هدده، لا، التسريبات واضحة والتسريبات تم فحصها من خبراء، ومو مني ومنك، من خبراء على مستوى بتقنيات الصوت وغيرها، أثبتوا بأنه ما ذكر في تسريبات نور المالكي تجاه مقتدى الصدر من تهديدات مباشرة بالقتل موجودة وحقيقية. عفنا من هذه الجزئية، أنا أتكلم عن جزء المرحلة القادمة. تتوقع بأنه المرحلة القادمة ستكون بلا الإطار التنسيقي؟ المرحلة القادمة ستكون مرحلة بلا وجوه مكررة، بلا وجوه قديمة؟ أم هاي يعني تمثيلية لعبة كما وصفها البعض؟ استاذ محمد، يعني الوجوه اللي يقول عليها مقتدى الصدر يعني بس الاطار لو كل السياسيين، هو لم ياتي، هو نعم هو لم ياتي على ذكر جزء محدد. استاذ محمد، لا استاذ محمد، نعم. استاذ محمد، لا مقتدى الصدر ولا مليون في المقتدى يقدر يزيح جماعه الاطار او يزيح الكرد او يزيح سياسيين السنه. ليش ما يقدر يا اخي؟ ليش ما يقدر؟ انا اقول لك اياها، تمام، هذا من المستحيل. أنا اليوم قيادي. ليش يا أبو علي؟ أبو علي هسه مستحيل افتهمنا، ليش ما يقدر؟ شنو اللي يمنع؟ محمد استمع لي شوي، خلني أوصل لك الفكرة. تفضل. أنا اليوم قيادي ومسؤول عزب، وأنت قيادي ومسؤول عزب. نعم. من المستحيل أنا أطيح فيك. أتوصلك الفكرة؟ لا، بعد ما وصلت أنا بعدني عند كلمة ليش ما يقدر؟ شنو اللي يمنع؟ استاذ محمد، انا ما اقدر اطيح فيه يا اخي، لان انت عندك جمهور وانا عندي جمهور. طيب، مثل ما انت عندك جمهور انا عندي جمهور. هذا من المستحيل واحد يطيح في الثاني يا اخي، من المستحيل. ولا سيد ابو علي، نوعيه الجمهور اللي طلع ويا الاطار التنسيقي كشف حقيقه هذا الجمهور، اعداد ما بها مئات، انجمعوا في مكان ضيق حتى، وتم التصوير من زاويه معينه حتى يبين الاعداد انه هي اعداد ضخمه. ذولا اللي هو دولة القانون جايب 37 مقعد، والفتح جايبين 32 مقعد وغيرها، هذه المفروض تجي أعداد بالآلاف، عشرات الآلاف تملأ الشوارع. وين هاي الأعداد كانت؟ وين جمهور الإطار اللي طلع؟ مو المفروض نطرح هذا السؤال؟ استاذ محمد، نعم. أحد المتظاهرين طبعا، أنا ما واصل هناك لا من الإطار ولا من الجماعة. طيب. طبعا ما واصل. أحد المتظاهرين اللي موجود ويا الإطار يقول اكو من بعض القنوات، يعني قناه الرابعه وقناه فلان وقناه فلان، يقولوا صورا وين اكو زاويه ما بها المتظاهرين يصورون بها، بس بالالتحام ما يصورون يا اخي. جماعه الاطار يا اخي مو شويه، هذا من المستحيل، ما تقنعني يا اخي. طيب هسه يعني انت سؤال سيد ابو علي باختصار، حتى اختم وياك وانتقل الى متصلين اخرين باختصار شديد لو سمحت. هل يستحق من حكم العراق أو شارك بحكم العراق من الأحزاب اللي حكمت من 2005 من أول انتخابات إلى اليوم، هل يستحقون التواجد مرة أخرى في حكم العراق بعد التجربة السابقة الفاشلة اللي أثبتت فشلهم للعراقيين؟ هل يستحقون التواجد كلهم بلا استثناء؟ إذا كل الأحزاب اللي موجودة حكمت ما تستحق، بس المشكلة مين راح أجيب لك وجوه جدد أنت؟ طيب، مين راح تجيب البديل يا سيد أبو علي؟ أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. ونرجع ونقول النقطة اللي هي من البداية، العراق ولاد للكفاءات، والعراق ما راح يوقف على الحزب الفلاني أو الفلاني،
يعني هم ذولا شنو؟ ماكو غيرهم؟ اكو بدلاء واكو كفاءات عراقيه تحتاج الى فرصه وتحتاج الى بيئه وطنيه خصبه امنه لممارسه العمل السياسي. شنو يعني ذولا الكم واحد اللي صار لهم مداور عليهم من 2003 من 2005 ها هي الكره الارضيه او العراق ما عدا بس ذولا؟ بالطبع لا، موجوده كفاءات في الداخل والخارج، كفاءات تحتاج الى فرصه لخدمه هذا البلد بشكل صحيح. ويانا السيد احمد من بغداد، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا سيد مقتدي الله يحفظه ببيانه البارحة يقصد أن أنا هاي ثورة الجياع، ثورة المظلومين، ثورة المحرومين، مثل ما تم القضاء على داعش عسكريا بيد الأبطال أشاوز. اليوم داعش موجود في السياسة وهم سياسي داعش الذين دمروا البلاد. لا صناعة، لا زراعة، لا تعليم، لا ولا إلى آخره. طيب سيد أحمد، عندنا سؤال يتعلق بجزئية سحب متظاهري التيار إلى خارج البرلمان والاعتصام خارج محيط البرلمان. برأيك ليش هاي الخطوة صارت؟ شنو السبب اللي دفع إلى سحب المتظاهرين من داخل مبنى البرلمان؟ حبيبي هي لتهدئة الشارع، لحق الدماء. تتوقع اكو تصعيد احتمال يصير من قبل الاطار التنسيقي طالما خرج مقتدى الصدر وقال بانه لا حوار مع هؤلاء؟ اذا هنا ممكن تتوقع ممكن يكون اكو تصعيد مرتقب بالمستقبل القريب؟ اكو تصعيد مع الاسف الشديد. بس احنا من هاي قنواتكم بغض النظر عن الاختلاف، هاي قناتكم المحترمه بغض النظر عن الاختلاف، مقوله بدون تجاوز. اتركوا مناصبكم وكفاكم، مثل ما قال الإمام علي سلام الله عليه. قال سلام الله عليه المؤمن اتركوا الدنيا، اتركوا الدنيا العفو فإنها طيب. فالح الفياض القيادي في الإطار التنسيقي خرج قبل قليل بتصريح قال بأنه نحن متمسكون بمحمد الشيعة السوداني وما نقبل فكرة أنه يتم حل البرلمان من طرف واحد، لازم يكون أكو تفاهم ولازم يكون أكو اتفاق من الجميع، وإذا صارت أكو انتخابات مبكرة أيضا لازم تكون موافقة من الجميع. ليش بعد الإطار متمسك بمحمد الشيعة السوداني وليش مدى يقبلون فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة رغم أنهم هم الذين كانوا يطالبون بهذا الموضوع منذ فترة؟ نعم انا هنا أنا متخوفين، متخوف من المتظاهرين. تعرف التجاوزات اللي تخص الاطاريين واكو ناس قاتلين، فانا من قناتكم الموقره اقول للاطاريين اتركوا مناصبكم وخلوا وجوه غير وجوه اللي في الدوله، وهذا تخوفكم. اذا بقيتوا هيك العصر اذا بقيتوا هيك راح كلكم تنسحبون. أحمد سؤال ثاني مهم. قبل أسبوع تقريبا أو بضعة أيام من كانت المظاهرات في أشدها داخل البرلمان، كانت الجماهير الصدرية جماهير التيار المتظاهرين رفعوا شعار، وأيضا قيادات في التيار رفعت شعار أنه إلغاء العمل بالدستور، تعطيل العمل بالدستور وإعادة كتابته وصياغته على أيدي خبراء، وكذلك حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة. البارحة في كلمة مقتدى الصدر لم يأتي على ذكر الدستور. برأيك ليش انخفض سقف المطالب؟ يعني هل نسى أنه يذكره أم هو كان متعمد يعني حجب جزئية الدستور؟ إيش عجب الناس تسأل أنه الدستور يعتبر من أساس المشاكل اللي تصير بالعراق وهو أساس الخراب اللي سمح لهاي الأحزاب بالتلاعب بالقانون بكيفها لأنه بيه ثغرات. ليش خطاب البارحة ما كان يتضمن جزئية الدستور؟ السيد حاشاني ينسي موضوع، ولكن خلينا نقول القرار تدريجيا. يعني على سبيل المثال حل البرلمان هي الخطوة الناجحة. طيب. ومن ثم الذهاب إلى شفنا إلى تشريع قوانين لا تشريع القوانين يجي من يصير برلمان، لكن عندي سؤال أنا أنه من راح ينحل البرلمان وتصير انتخابات مبكرة
من اللي حيكون موجود بهاي الانتخابات؟ نفسهم يجون مرة ثانية؟ سوينا العد؟ خب ماكو داعي نسوي هالحركة كلها. حبيبي بس مره تفضل. البرلمان احنا عندنا حكومه تصريف اعمال، نعم صح لو غلط. يا اما هاي المفوضيه اللي عليها واشبات، اللي المفوضيه عليها واشبات اساس تنتخب غير تصير انتخاب غير مفوضيه، يعني مفوضيه جديده العفو، نعم، ومن ثم يشرع قانون حتى الناس تتخذ البرلمان الجديد ان شاء الله، بس بدون هذه الهجوم اللي جت. طيب انا اشكرك سيد احمد من بغداد، وصلت الفكره، شكرا جزيلا. نعاود الاتصال مره، الحديث مره اخرى ويا السيد كاظم ماجد الناشط التشريني من مدينه الناصريه. حياك الله مره ثانيه سيد كاظم. سمعت حديث السيد احمد من بغداد منتمي إلى التيار الصدري، يقول بأنه الخطوات اللي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر خطوات صحيحة قوية مؤثرة، المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تغيير تدريجي بدون الوجوه القديمة. شلون راح يصير شكل الانتخابات إن حدثت إن تمت بدون الأحزاب؟ يعني منو اللي راح ينافس؟ منو اللي راح يكون متواجد ضمن القوائم الانتخابية؟ سيد السريم، كما ذكرت لك قبل قليل، طبعا آسف لعدم وجود يعني اتصال جيد قبل قليل. ماكو مشكلة، تفضل. نحن كتشريعيون لنا وجهة نظر غير الذي سمعتها من الأخ المنتمي للتيار الصدري. طيب. نحن خرجنا على ساحات التظاهر لإطلاق منظومة سياسية بالكامل بدون استثناء. نعم. كل شركاء العملية السياسية، كل شركاء النظام السياسي القائم حاليا هم متورطين بملفات فساد كبيرة وبجرائم قتل وبجرائم خطو، ولديهم سلاح منفلت، جميعهم لديهم سلاح منفلت. نحن نبحث عن بناء دولة مؤسسات، دولة بمستوى الدول المتقدمة، نحن نبحث عن العراق له هيبته كما كان قبل عام 2003. إذا جرت الانتخابات في ظل وجود هذه الأحزاب وهذه الميليشيات والسلاح المنفرد، فما الذي فعلناه نحن كتشرينيون؟ ما معنى هذه التضحيات والدماء التي تم تقديمها لنقل من عام 2019 من ثورة تشرين، دعنا مما مضى من ثورة تشرين الذي سقط فيها الكثير من الشباب، على جسر الزيتون فقط فقط أكثر من 70 شهيد وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى باقي المحافظات وسعاد الحقوقي، وهناك اغتيالات وهنالك ترويع عوائل بالصوتيات. طيب يعني هنا سؤال، هنا سؤال مهم. طبعا ذكر البارحة على لسان مقتدى الصدر في كلمته أنه حتى في التيار هناك فاسدون لا أستثنيهم من المحاسبة، لا أستثنيهم من الاجتثاث، من هالكلام. السؤال هنا أنه هل تثقون بهذه الدعوات التي تأتي من مقتدى الصدر وتياره وقياداته، أنه يدعوكم، يدعو العراقيين، يدعو العشائر إلى الانضمام إلى هذه التظاهرات، مثل ما قال استغلوا وجودي في سبيل أنه إحنا نسوي تغيير، هل تثقون وتصدقون هذا الكلام؟ أم هل تحتاجون إلى ضمانات معينة؟ وما هي ضماناتكم إن وجدت؟ نحن لا ثقة لنا بشركاء العملية السياسية بالكامل، جربناهم لمدة 20 سنة، جميعهم فاسدين، الجميع سرق، الجميع قتل، الجميع يقوم سلطانه على السلاح وقوة القتل وقوته الحزبية و من خلال يعني وجوده بالبرلمان وبالسلطة. فكيف لنا أن نثق بشركاء السلطة الفاسدة، بشركاء النظام الفاسد؟ كان على سيد مقتدى أن يقول واضح، نعم رغم السلبيات الموجودة على التيار الصدري، إذا كانت لديه نية صادقة في إسقاط المنظومة السياسية وبناء دولة عراقية حضارية جديدة، لا بأس، لكن كان عليه أن يقول في حال اسقاط هذا النظام السياسي بتأييد شعبي. طبعا سيد مقتدى دعا كل الجماهير، قال نحن التيار الصدري بدأنا ولكننا جزء من العراق، يعني نحن طيب. التيار الصدري جزء من هذا الشعب العراقي، فهو دعا الشعب العراقي حتى غير الصدريين. فإذا شارك الجميع واسقط هذا النظام السياسي، من سيتسلم السلطة؟ هل سيتسليم السلطة إلى الصدريين؟ إذا ماذا فعلنا؟ الصدريين هم شركاء في العملية السياسية وعليهم ملفات فساد و
لديهم الكثير من المدراء والمدراء العامين والوزراء وكلهم غارقين بالفساد. طيب فإذا تسلم التيار الصدي السلطان الجديد فما الذي فعلناه؟ سيد كاظم نعم حعود لك بعد قليل ونكمل الحديث مع حضرتك، عندي سؤال بس أريد أسألك إياه بعد شوية، لكن نستقبل بعض الاتصالات. ويانا أبو محمد من السعودية، تفضل سيد أبو محمد. أبو محمد من السعودية موجود؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك؟ الله يحفظك يسلمك، تفضل يا أبو محمد. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو يا مكشد الصدر، أخرج المساجين وتلغي التغيير الديمغرافي وتحاسب القتلة وتضع قضاء عادل يحاكم الفاسدين، من أين لك هذا؟ وطرد الأحزاب والميليشيات الذين مستشفيات والمدارس وبناء المنازل للمشردين وعودتهم. أقول السعودية مستعدة تمد العراق بالكهرباء، الفرس وقفوا في وجهها. آخر تغيير الدستور. سلام عليكم. شكرا عليك، شكرا وعليكم السلام. شكرا أبو محمد. ويانا سيد كاظم من بغداد، تفضل يا كاظم. مشاهديكم الكرام حياك الله. طبعا لو نظرنا إلى هذه كانت مع ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، نعم، في عصره وامتدادا إلى الآن. نحن لو نظرنا منذ 20 عاما هؤلاء بأحضان المخابرات الأجنبية المخابرات الأمريكية فدمروا البلاد والعباد. و من هم بالتحديد؟ من هم يا كاظم؟ الحقيقة والشعب يفرض ضد هؤلاء الفاسدين. سقوط النظام عام 2003 النظام البائد، وهم يحشدون، والعجب كل العجب، الناس تخرج ضد القتل والإرهاب والدمار ضد الشعب العراقي، يقومون بإخراج بعض والمطبعين مع والمأمورين فاتنة الأجنبية، الحقيقة يطالبون بالفساد أحزاب المرتبطة بالإطار الموسيقي وبعض المتعاطفين معهم. الحقيقة من الحقيقة هؤلاء وراءهم الخارج وليس العراق، تاريخه وحضارته منذ أفعى. يعني للأسف الكلام نصه ما افتهمته بصراحة سيد كاظم، أنا أرجو المعذرة منك، لكن الصوت مو كلش واضح، الكلام اللي دي يذكر ما أفهم شنو بالضبط حتى ممكن اتناقش وياك. انا اشكرك وارجو منك تعاود الاتصال اذا تقدر، بس غير مكانك ممكن. ابو احمد من بريطانيا، تفضل يا ابو احمد. اهلاك استاذ محمد العزيز والى قناتكم الوطنيه والى الاخوه في البرنامج. اهلا وسهلا. انا دعوه، عندي دعوه ضروريه جدا. نعم. الى الاخوه ثوار تشرين ومنهم الاستاذ كاظم. نعم. ها الان لا ضروره للخلاف مع أي شخص خرج للتغيير في هذا الجو الحار. يجب أن أنسى ما مضى. أنتم التشرين ثوار تشرين قدمتم شهداء وعدكم مغيبين بالسجون. اعتبروا هذه الثورة ثورة عراقية خالصة للقضاء على هذه الثلة السياسية الفاسدة. الأهم أن نرفع شعار العراق أولا. شنو العراق اولا؟ اول حاجه الغاء الدستور بشكل كامل، هذا اول مطلب. نعم. قبل هذا المطلب انا كل شيء ما اقدر اسويه. هنا الجزئيه اللي طرحت بها سؤالي في بدايه الحلقه، انه بيان البارحه من مقتدى الصدر لم ياتي على ذكر الدستور ولا شكل العمليه السياسيه في المرحله القادمه. الموضوع كان عباره عن رفضه للحوار مع بقيه هؤلاء اللي ما من النتيجه كما قال، ودعوته إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات
مبكرة، لماذا لم يأتي على ذكر الدستور؟ هل برأيك سقط منه سهوا أم هناك تخفيض بسقف المطالب؟ أستاذ محمد، أنا هسه أركز بالدرجة الرئيسية الآن. سيد مقتدى هو يريد يشخصن الموضوع بينه وبين المالكي. طيب. أنا أستغله، هو إيش قال؟ قال استغلوا وجودي. أنتم يا ثوار تشرين استغلوا وجوده إنه هو عنده قوة وأنتم عندكم قوة، اتحدوا مع بعض في الوقت الحاضر لرفع مطالب أساسية. أولاً الغاء الدستور، هذا بدونه كل شيء ما نقدر نسويه احنا. بوجود هذا الدستور وإعادة الانتخابات، حتى إذا ما ترجع نفس الوجوه ترجع نفس الأفعال. احنا بالدرجة الرئيسية إذا لغينا الدستور ووضعنا برنامج لخطة جهة قضائية نزيهة تقود الشعب لمدة 6 أشهر، بعدها يتم انتخابات جمهورية ويرجع العراق جمهوري، وتروح هاي الفرهدة مال الأموال للمجالس، مجالس المحافظات ومجالس البلديات ومجالس النواب، ماكو داعي ترجع مثل قبل وزراء محددين خدميين وزراء سياديين. نعم سيد أبو أحمد، أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك لضيق الوقت. عندنا مقطع مشاهدينا الكرام لمجموعة من متظاهري ثورة تشرين، حددوا نقاط مهمة طالبوا بها الصدر بالانتباه إليها والالتفات إليها وتحقيقها لكي يثقوا بهذا الحراك أو هذه التظاهرات التي تحدث الآن في المنطقة الخضراء. خلونا نشوف هذا المقطع ونسمع ما الذي قاله وما الذي يريده المتظاهرون التشرينيون العراقيون، وكذلك دعوات يوم غد للتظاهر في ساحة النسور الساعة 5 عصرا في بغداد من قبل متظاهري ثورة تشرين ومجموعة أيضا كبيرة من العراقيين الذين إن لم ينضموا سابقا إلى ثورة تشرين لكنهم الآن يرغبون بالنزول إلى الشارع لإثبات كلمتهم. نسمع ما الذي ورد في هذا المقطع ثم نعود. ومحاسبة الفاسدين، هذه المطالب التي كانت الهدف الذي خرج لأجل الشعب في ثورة تشرين، ولم تتحقق بفعل وحشية النظام واندساس الأحزاب في صفوف المتظاهرين. فإن واجبنا الوطني وثقة أبناء شعبنا حتمت علينا الخروج بموقف وطني حقيقي موحد. وبعد مراقبة المشهد ودراسته تفصيليا، فإننا نضع موقفنا في نقاط. أولا، إن التجارب العديدة بين الشعب والتيار الصدري قد خلفت ردوة تحتاج إلى ردم جاد وحقيقي، إذ لا يخفى على الشعب عموما وأبناء التيار خصوصا إن العديد من سياسي التيار الصدري المتبني لمبادرة التغيير الجذري حاليا كانوا جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكومات الفاسدة المتعاقبة، فضلا عن الانسحاب المخيب للآمال لاحتجاجات 2016 والتي شارك بها عموم الشعب، يتبعها عدة مواقف يشوبها القتل والقمع والتحريض ضد متظاهري تشرين، ومن جملة المتهمين فيها هو التيار الصدري. وما حادثتي الحبوبي وساحة الصدرين ببعيدتين، فضلا عن تذبذب القرارات القيادية للتيار وعدم وجود خارطة طريق واضحة للاحتجاجات الحالية، وهو ما يستلزم وجود تضمينات وضمانات حقيقية للجماهير للوقوف إلى جانب هذه المطالب. ثانيا، إننا وبعد البحث الدقيق لم نجد في هذه اللحظة ما يؤكد بشكل رسمي مطالبة السيد الصدر بالمطالب المعلنة والمتمثلة بتغيير شكل النظام. ثالثا، إننا وكمبادرة منا للتأكيد على هذه المطالب سنخرج بتظاهرة كبيرة منفصلة عن بقية المحتجين يوم الجمعة المقبل، ندعو لها من خلال بياننا هذا كل أبناء العراق للمشاركة والنزول بقوة تحت وسم جمعة قلب المعادلة. سيكون تجمعها في ساحة النسور الساعة 5 عصرا في العاصمة العراقية بغداد. إذن مشاهدينا الكرام استمعتم إلى هذا الحديث. سيد كاظم، عندي سؤال يتعلق بالنزول إلى الشارع، وكأن هناك يعني عدم تنسيق أو تشتت بالآراء بين ثوار تشرين. ساحة الحبوبي كلامها يختلف، ساحة الحبوبي بيها الجلوس والمراقبة، واليوم عندنا في بغداد تشرينيين أيضا وعراقيين ما كانوا بتشرين سابقا انضموا يدعون لتظاهرة كبيرة في ساحة النسور يوم غد الساعة 5 عصرا في بغداد. شنو تعليقك باختصار؟ شنو موقف العراقيين الذي يجب أن يكون الآن في هذا التوقيت؟
احنا بالنسبه للثوار ساحه الحبوبي كما ذكرت لك موقفنا واضح، نحن لن نشترك في مظاهرات لا ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، هي مظاهرات او احتجاجات سياسية بين شركاء السلطة تحديدا. هل مقتدى الصدر وهذه النقطة حاولت ان اوضحها قبل قليل، لماذا لم يعلن في حال اسقاط النظام السياسي انه سيسلم السلطة الى حكومة طوارئ، حكومة وطنية تمهد الى انتخابات جديدة، اناس وطنيين يتسلمون السلطة، ولدينا مطلب اخر ايضا في حال حل البرلمان واسقاط النظام السياسي، نحن نطالب بنظام رئاسي وليس برلماني، ما دمر البلد هو النظام البرلماني، لعب الثورات ودمر البلد وشرع قوانين ليس في صالح المواطن. العراقيين حاليا اذا هذه رجعنا للدستور. نعم يرجعنا لجزئيه نعم. الدستور اللي هي مثل ما قال السيد ابو احمد من بريطانيا، إذا ما راح يتغير الدستور جوال مطالب كلها ما لها أي قيمة الآن في هذا التغيير إن حصل. سيد الكريم كيف سيغير الدستور؟ نحن في وضع الحالي إسقاط نظام سياسي، نطالب بإسقاط نظام سياسي، ولنقل أن النظام السياسي قد تم إسقاطه على يد مقتدى الصدر. يجب أن يكون هناك حكومة تباشر صياغة دستور جديد، وهناك يعني ناس يعني كفؤين ومتمكنين ولهم دور في صياغة الدستور ولهم معرفة ودراية كافية، لكن هذا متى يحصل بعد تشكيل حكومة الطوارئ الجديدة ما بعد اسقاط النظام السياسي؟ كيف لي ان اغير دستور ولا زال النظام الفاسد قائم وهو يرفض هذه الفكرة؟ هذا لا يمكن طبعا. سؤال، التظاهرات اللي يدعون اليها العراقيين في ساحه النسور هي تظاهرات لا ترتبط بالمظاهرات الموجوده الان في المنطقه الخضراء، هي الفكره منها انه انا انزل للشارع حتى ابين موقفي وحتى ارفع الكلمه اللي اريدها والمطالب اللي اريدها. ان تم الاستجابه اليها وتم اعطاء تطمينات وتاكيدات على او ردم الفجوه مثل ما وصف في بيان المتظاهرين في بغداد ممكن نتفاهم، إن لم يذكر أو لم تحدث هناك أي تطمينات سيكون الموقف مثل ساحة الحبوبي. ليش ما يكون أكو موقف متحد، النزول إلى الشارع لتبيان النقاط التي يرغب العراقيون المجمعون على طلبها اللي هو النسبة العظمى من المقاطعين للانتخابات، بدل أن يكون هناك تشتت بالآراء؟ نعم سيد الكريم، هاي نقطة مهمة. لماذا نحن قاطعنا الانتخابات لعدم إيماننا بوجود هذا النظام السياسي برمته، ومن ضمن هذا النظام السياسي أيضا تيار مقتدى الصدر هو شريك بالعملية السياسية منذ عام 2003 ولهذا اليوم. طيب. ولكننا كنا ننظر بغير هذه النظرة إلى التيار الصدري باعتباره ليس تيار يعني جاءنا من الخارج، بل هو تيار يعني من الداخل وكذا. نعم. وكان يشاركنا في المظاهرات وليس لنا مشكلة مع التيار الصدري أصلا. طيب تعليق سريع لأن أنا أريد أختم، الوقت انتهى تقريبا. أبو أحمد من بريطانيا قال، وهو وجه رسالة لحضرتك طبعا بالتحديد، قال بأنه إحنا نعرف ما الذي ارتكب في ثورة تشرين ونعرف كل الجرائم والانتهاكات والفساد اللي صار طيلة الحكومات السابقة، لكن ليش ما نستغل هذه الفرصة؟ هو يقول لك، دي يسألك، ليش ما نستغل هذه الفرصة ونستغل وجود هذه المظاهرات ونقوم بدعمها أو مو دعمها، إثبات وجودنا عن طريق النزول إلى الشارع لإسقاط هذا النظام. إن رحل وغير مطالبه إحنا موجودين، وإن أصبح جادا وصادقا فحنكون قوة أكبر من هذه الأحزاب البقية الموجودة والميليشيات ونستطيع القضاء عليهم. سؤال يوجه، شنو ردك على هذا السؤال؟ سيد الكريم، مو احنا بالفترة السابقة يعني كنا معا يعني كنا سوا يعني حد يعني ما تم حرق القيم من قبل التيار الصدري وكنا في يعني مثل ما يقول محشر واحد في خندق واحد. إذا أنتم عندكم أزمة ثقة مع مقتدى الصدر وتياره. نعم يعني من يقول انه مقتدى الصدر هل سيكمل مشروعه الاصلاحي او اسقاط النظام؟ طبعا الاصلاح يختلف عن اسقاط النظام، الاصلاح هو اصلاح النظام، اما اسقاط النظام فهذا شيء تغيير جذري مثل ما هو دا يقول. نعم كمقاطعون
المقاطعون بالمناسبه هم اكبر من كل التيارات والاحزاب. صحيح. طبعا رغم التزوير الحاصل نسبه المقاطعه كانت 59% 85% بحسب اياد علاوي. وطبعا مو بس اياد علاوي بقيه الموجودين. اياد علاوي موالي جايك بالكلام استاذ. نعم. نحن نعلم جيدا يعني انتخابات 2018 كانت نسبة المشاركة فيها دون 19% مع العلم. صحيح. لم تكن هنالك دماء وثورة تشرين وكذا. نعم. وهذه المتغيرات. نعم. كيف بعد ثورة تشرين أن تكون نسبة المشاركة 41%؟ أنا قلت لك رغم التزوير الحاصل. شكرا سيد كاظم، أنا أعتذر منك وأشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. كاظم ماجد ناشط في ثورة تشرين كان معنا من مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. أعتذر من الأخوة اللي ما قدرت استقبل اتصالاتهم لكن الوقت انتهى. عندنا رسالة نقرأها سريعا، رسالة من أحد الأشخاص يقول في بلدي يقتل 800 متظاهر و2200 جريح، 22,000 جريح ومعوق، والمجرم هو طرف ثالث مجهول الهوية حسب ادعاء الحكومة اللي عندها ما يزيد عن 1,000,000 مقاتل وشرطي وعسكري وغيرهم، ولهو معروف هيك دا يقول كذا من الحكومة. في عندنا رسالة أخرى من أحد المشاركين يقول سريعا، أين الرسالة الثانية؟ ها موجودة. يقول في الحقيقة أستاذ محمد الوضع في العراق لن يتحسن ما دام هناك تيار وإطار والاثنان لا خير يرجى منهما، مهدي من كربلاء. مشاهدينا الكرام أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وأعتذر عن من لم نستطع استقبال اتصالاته بسبب ضيق الوقت. أشكركم وعلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.